قبل بداية مقطعنا جايب لكم متجر خالد او او جي اس موفر لكم ايبيكات فخمة جدا، وطبعا عنده حسابات لجميع المنصات للسوني والاكس بوكس والاي او اس، غير انه طرق الدفع عنده متنوعة، مثلا عم بيقبل تحويل بنكي راجحي والاهلي والرياض، وبيقبل كمان ستور امريكي سعودي وامارات، غير انه المتجر عامل لكم مسابقة بحسابي باخر بوست منزله انا في حسابي، هذه المسابقة طبعا على حساب جوردن الطيار وشيطون، طبعا شروط المسابقة كلها موجودة والسحب راح يكون بعد 5 ايام، طبعا بحط لكم رابط متجره في الوصف وبحط لكم رابط بوست المسابقة في الوصف. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون نتكلم عن جوائز مجانية لمهرجان الشتاء القادم، ونتكلم عن تعاقدات إضافية راح تصير مع سكنات بعالم الألعاب من الألعاب الأخرى. طبعا شباب قبل بداية مقطعنا أتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع مو مشترك بالقناة، أتمنى إنه يشترك فيها وفعل زر الجرس، وأتمنى إنك تدعم المقطع بلايك. طبعا لا تنسوا تستخدموا كود الايتم شوب YZYZET تستخدموه او تشتروا فيه الباتل باس، وربي يسعدكم على كل شيء. طبعا خلينا نبلش مقطعنا. نار، حريقة، دمار، تكسير، تدمير. طبعا شباب السنة الماضية او اول ما بلشت فورتنايت تحتفل بالكريسماس، يعني بلشت بشيء اسمه 14 يوم، تحديات 14 يوم تعرفوا 14 دايز، كانت عبارة عن تحديات، كل ما تخلص تحدي يعطوك مثلا رقصة، مرة جلايدر، مرة اشياء، يعني جوائز حلوة. السنة الماضية بشهر 12 تحديدا 18 ديسمبر عملت الوينتر فيست اللي هو مهرجان الشتاء، كانت عبارة عن كابينة مثل ما تشوفوا قدامكم بتفوت داخلها مثلا، وكل يوم تقدر تفتح هدية عشوائية وبطلع لك فيها شيء معين. وهي اغلب الجوائز اللي حصلنا عليها من مهرجان الشتاء، منها سكنين، سكن مثل الماموث وسكن العشب، وفي جوائز حلوه كانت في رقصه، وكان معنا الوان الاسلحه، وكان معنا بيكاكس بنت البسكوته، وفي موسيقى وفي بنرات واشياء ثانيه، فكانت جوائز جدا خرافيه اللي صارت السنه الماضيه في مهرجان الشتاء، وكان معهم كمان جلايدر ستار وورز نسيت اتكلم عنه. طبعا المهرجان كان موجود في اللوبي، في اللوبي في خيار بتروح على الكابينه، وكان في بيت للكابينه في اللعبه، كان في بيت في هدايا، كان بس ما نقدر نحصل على شيء لانه كان في اللعبه داخل اللعبه في الماب، كان البيت نفسه بالماب هو نفسه في اللوبي، عن طريق اللوبي تقدر كل يوم تفوت، بيكون في تحدي بسيط ولازم اول شيء، وكان في تحدي نعمل جوارب اشياء عندها. فعلى الاغلب حسب التسريبات انه كمان 12 يوم او 10 ايام راح يكون مهرجان الشتاء لهي السنه، يا بيكون اسمه 14 يوم تحديات 14 يوم، يا فورتنايت تعمل نفس السنه اللي قبل مهرجان الشتاء يكون اسمه وينتر فيست. حلوين. مهرجان الشتاء السنه اللي قبل كان 18 ديسمبر 18 12، واحنا اليوم 6 12، يعني باقي 12 يوم، فممكن يكون 18 ممكن يكون 16، تمام، يعني باقي 10 ايام او باقي 12 يوم. تمام، حاليا صرتوا تعرف شو مهرجان الشتاء او تذكرتوه، والناس الجداد على اللعبه فهموا علي شو قصدي، بيكون في كابينه وفيها جوائز، كل يوم تفتح هديه معينه، وكان فيها تحديات اتوقع، مذاكره اتوقع في تحديات. فحاولت اني اشوف شو الهدايا المجانيه اللي راح تكون، على الاغلب راح تكون سكن سنوماندو، هذا السكن راح يكون مجاني. السبب انه هذا السكن لما تفتح عنده عند قائمه التسريبات بيطلع لك اوتفيت، ولازم على اليمين يطلع لك ايتم شوب، لو كان مكتوب ايتم شوب معناته هذا سكن ايتم شوب. هذا السكن الوحيد اللي تسرب حاليا معانا مع التحديث، مع تحديث الموسم، هو الوحيد اللي ما عنده كلمه ايتم شوب، فكل المسربين بيقولوا انه هذا السكن راح يكون مجاني، ومشان شكله طابع كريسماس وشكله ثلجي فاكيد راح يكون من ضمن جوائز مهرجان الشتاء. فهذا اول جائزه مجانيه راح تكون معانا على الاغلب بنسبه 60% الى 70% هو سكن مجاني راح يكون بتحديات مهرجان الشتاء اللي راح يكون بعد 10 ايام او 12 يوم. وفي بعض الناس تقول لك انه هذا السكن اللي هو فلالاف فيش ستيك الاميره تحت السمك انه راح تكون كمان مجانيه في الجوائز، ما اتوقع لانه مكتوب عندها ايتم شوب، مكتوب بالصورة هاي الصورة مهمة تحت السورس او تحت المصدر اللي سربوه فيها، فمكتوب عندها ايتم شوب معناته ايتم شوب، ما راح تكون غير هيك. بس الاشي الحلو انه هي يجي معها بايدها اشي، شايفين شو حاملة بايدها؟ لعبة. هاي اللعبة اتوقع تكون حقيبة الظهر، فممكن السكن انه ينزل في الايتم شوب، ممكن حقيبة الظهر تنزل في الهدايا، فهمتوا كيف؟ ممكن السكن ينزل لحاله ب 800 في بوكس بدون حقيبة الظهر مثلا، والحقيبة هاي تكون ضمن جوائز مهرجان الشتاء. وعندك سكن بنت الطياره بشكل البسكوته، بنت الطياره البسكوته اللي تسربناه او اللي تسرب معاها السكن وحكب الظهر وبكاكس. طبعا السكن مكتوب عنده ايتم شوب بتاكدنا، فراح يكون سكن ايتم شوب ما راح يكون سكن مجاني. بس البكاكس احتمال يكون مجاني، البكاكس اللي معاه احتمال كبير يكون ضمن الجوائز ويكون بكاكس مجاني، وانا اتوقع توقع كبير انه يكون مجاني. طيب شو اللي اثبت لنا انه الكابينه راح ترجع؟ مع التحديث تاع الموسم نزلت بعض البنايات الجديده في الكريتيف،
منها شكل الكابينة او شكل بيت الكابينة. تخيلوا يعني قبل الحدث بشوي، قبل حدث الوينتر فيست فورتنايت مع التحديث، نزلوا في الكريتيف بعض البنايات، وضمن البناية هاي كانت بنايتي الكابينة تاعت السنة الماضية. فالدليل واضح انه نسبة كبيرة الكابينة ترجع في اللعبة وتكون نفس الاشي السنة الماضية، بس هاي السنة جوائز ثانية وتكون مهرجان الشتاء الثاني يعني. طيب سكن سنو ماندو اللي حكينا عنه 100% مجاني، السكن تسرب معه حقيبة الظهر اللي تشوفها قدامكم، وتسرب معه البيكاكس خاص فيه. فمدام السكن ما راح ينزل ايتم شوب، مستحيل ينزلوا حقيبته والبيكاكس على ايتم شوب لحالهم صح؟ فعلى الاغلب سكن سنو ماندو مجاني، حقيبة الظهر تاعته مجانية ضمن الجوائز راح تكون، والبيكاكس كمان مجاني راح يكون ضمن الجوائز بمهرجان الشتاء. واخر شيء قدرت اسربه اللي هو الرقصة هاي راح تكون على الاغلب مجانية، اسمها سينجالونج، تفتح كتاب، هاي بيستخدموها بالكنيسة اتوقع، هاي الحركة خاصة بالكنيسة بيكون يعني يقرأوا اشياء، اتوقع انها تكون مجانية مع تحديات مهرجان الشتاء. طبعا راح يكون في جوائز اخرى كمان يعني، في منها اشياء اكيد راح يكون في جلايدر بس ما قدرنا نعرف ايش هو الجلايدر مثلا، في الوان راح تكون، في موسيقى راح تكون مجانية، ممكن يكون في بيكاكس ثاني. السنة الماضية كانوا سكنين مجانيات، حاليا قدرت اسرب لكم سكن واحد سنو ماندو، بس ممكن في كمان سكن ثاني يكون مجاني. حاليا الجوائز اللي قلت لكم عنهم مجانية، احتمال كبير كبير يكونوا هم الجوائز المجانية، بالاضافة راح يكون كمان في جوائز اخرى معهم بس لسه ما نعرف ايش هم راح يكونوا. بعد ما خلصنا الجزء الاول من المقطع ننتقل للجزء الثاني، هي الصورة اللي تشوفها قدامكم، هاي الصورة مش اكيدة، صورة مقترحة، واللي مسربينها يقولوا انه جاي من مصدر قوي، مصدر قوي مو قوي ما نعرف، انا اقول لكم احتمال تكون غلط يعني. بعد ما فورتنايت نزلوا سكن كريتوس كان له ندرة جديدة. شو الندرة الجديدة اللي عنده؟ تعرف الندرات الموجودة على السكنات الاخضر مثلا، الايبك، الليجندري، الازرق، هاي الندرة اول مرة نشوفها مع كريتوس اجت، اللي هي جيمينج ليجندز سيريس، يعني سلسلة سكنات العاب او سلسلة الالعاب الاسطورية. فمعنى الكلام مدام حطوا سلسلة يعني هذا راح يكون اول سكن من عالم الالعاب الاخرى، معناته في سكنات اخرى راح تيجي من العاب ثانية، واي سكن بيجي من لعبة ثانية بحطوا له نفس الندرة اللي هي جيمينج ليجند سيريس. خلنا احكي لكم شو السكنات المقترحة اللي ممكن تنزل في اللعبة. اول سكن ارثر مورغان من لعبة ريد ديد ريديبشن 2، هذا سكن مقترح انه فورتنايت تعاقدوا مع ريد ديد ويجيبوا السكن للعبة فورتنايت، كونوا في اتفاقيات بينهم وبين لعبة ريد ديد، لانه لعبة ريد ديد موجودة حاليا بايبك جيم ستور، فممكن يعني يتفاهموا ونزلوا السكن. السكن اللي بعده سكن دانتي من لعبة ديفل ماي كراي، هاي اللعبة انا لعبتها شخصيا، لعبة حلوة بس ما اعرف راح يجيبوا السكن او لا مقترح. السكن اللي بعده سكن ليون من لعبة ريزيدنت ايفل، يعني شكل سكن ليون خرافي جدا ويلبق يكون مع فورتنايت، بالعكس يعني حلو انه يمسك اسلحة لانه طول عمره يمسك اسلحة. السكن اللي بعده سكن اولوي من لعبة هورايزون زيرو داون، هاي اللعبة ختمتها اول ما جبت السوني، فاحتمال كبير انه يجيبوا السكن كونه لعبة هورايزون حصرية فقط على السوني، وفي اتفاقيات من فورتنايت مع السوني وكريتوس تعرف مع لعبة جود اوف وار هي اصلا حصريا للسوني. السكن اللي بعده كلود او كلاود من لعبة فاينل فانتزي اللي تشوفها قدامكم، او السكن اللي تشوفوه قدامكم. اللي بعده اللي هو سكروبيون من لعبة مورتال كومبات، فمو عارف راح يجيبوه او لا، يعني ما اتوقع كلهم يجيبوهم يعني مثلا بالموسم الخامس، لانه هو الموسم هذا انه العميل ستيف قاعد يبحث عن صيادين، امهر الصيادين بالعرض الرسمي قالها انه بحث لي عن امهر الصيادين. فاول واحد جابه من عالم الالعاب اللي هو كريتوس معاه فأس وهيك، فاغلب السكنات راح تيجي سكنات مغامرين يعني الهم على الصيد، الهم على المغامرات، فهمتوا كيف؟ زلدا من لعبة ذا ليجند اوف زلدا، هاي على النينتندو سويتش. اللي بعده الجوكر، طبعا الجوكر معانا اللي حاطين عليه لون اخضر يعني السكن صار عنا تمام، موجود بحزمة الجوكر. اللي بعده سانس ما اعرف شو اسحب عليه، سنيك من لعبة ميتال جير لعبة الصيد فاحتمال كبير يجيبوه. باكمان ما اعرف يعني ما اتوقع انه السكن الصغير يعني راح يكون عبارة عن راس وبيمشي يعني ما اتوقع. كراش كمان ما اتوقع لانه صغير كيف يسووا سكن كبير بحجم السكن سكنات الفورتنايت. باتمان نزل معانا حزمه كامله نزلوه. التريفر من جي تي اي، سكن التريفر انا متحمس له ان شاء الله ينزل تريفر يطلع اشي خرافي. اللي بعديه كمان الايبك حاطين عليه يعني انه مثبت انه ينزل في اللعبه بس لسه ما نزل، اللي هو سكن ماستر تشيف تكلمنا عنه قبل مقطع او مقطعين، 100% راح ينزل هذا السكن في اللعبه، هذا سكن خاص بلعبه هولوم وحصريه على الاكس بوكس. يوتشي او يوجي من ماريو ما اتوقع، ميكيل او مايكل من لعبة جي تي اي كمان اتوقع انه يجي راح يكون شيء خرافي. الكريتوس عليه اخضر يعني نزل وهو نزل باللعبة. واخر شيء ناروتو من عالم الانمي، في معنى سكن ليكسا من الانمي، فلا تقولوا انمي مستحيل لا ممكن ينزلوا ناروتو عادي، زي ما نزلوا ليكسا ممكن ينزل ناروتو،
احتمال ينزل منها بس سكنين ثلاث أربعة من اللي حكيتهم أنا، مو الكل يعني، ما أتوقع الكل. فبس شباب يكون وصلنا لنهاية مقطعنا، كان مقطعنا جدا مهم، فأتمنى من كل شخص فيكم استفاد من المقطع إنه ينشر بكل مكان حتى الكل يستفيد. طبعا لا تنسوا تستخدموا كود الأيتم شوب YZYZET تحفظوه أو تشتروا فيه الباتل باس، وربي يسعدكم على كل شيء. طبعا شباب بالنسبة للتصويت على تيك توك أنا عارف سحبتوا علي، بس أنا مو عارف، مو قلت لكم ما يهمني المركز الأول، بس أنا كنت المركز الثالث لما تكلمت عنها بمقطع التحديات إنه صوتوري. في ناس فاهمين غلط، في ناس ما عندهم تيك توك مفكرين انه لازم يكون عندك تيك توك، لا مو لازم. اذا كان عندك تيك توك مثل ما تشوفه بالفيديو بتفوت على الديسكفر او استكشف، بتحرك البنرات اللي فوق الصور حتى يطلع لك الصوره اللي قدامكم، تنزل تحت اخر شيء تختار خيار جيمنج انه انا داخل مع الجيمنج، تدور على صورته وبتعمل فوت، تقدر تصوت ثلاث مرات باليوم، كل يوم تقدر تصوت لثلاث مرات. اذا كان ما عندك تيك توك عادي، في رابط بالوصف، تكبس على الرابط بيفتح لك على منصه التصويت جاهزه، بس تنزل بتختار جيمنج وبتصوت لي. فاتمنى انكم تدعموني بهذا الاشي، حابة يعني مش شرط اصير المركز الاول، على الاقل يصير المركز الثاني، لانه اللي سبقيني المركز الثاني والثالث والرابع اصلا هم مش يوتيوبر اتوقع، بس عندهم عدد كبير على التيك توك عشان هيك استفادوا. فلا تسحبوا علي يا شباب، ما لي غيركم صراحة، فادعموني يعني ادخلوا سواء عندك تيك توك او لا، الرابط بالوصف. واذا عندك تيك توك اسهل لك من كلمة بتفوت على تيك توك من عند استكشف، بدور على الصورة وبتنزل تحت جيمنج بتصوت لي. فاتمنى انكم تساعدوني بهذا الاشي، طالب فزعتكم. وبس شباب، ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة.